السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ الأعزاء. كما وعدتكم من قبل قلت لكم بلي أشكفوا نكملوا درس رايحين نطبقوها على نديروه إن شاء الله نسجلوا لكم فيديو كما رانا رايحين ندير دوكا. دوكا حنا الوحدة تاعنا كملت الحمد لله، تعرفنا مع بعض حاليا، رانا حقين تي أن دومي في الفيديو تاعنا، تعرفنا مع بعض من قبل على أنواع المتابعات الزمنية، قلنا كاين أنواع فيزيائية وكاين أنواع كيميائية، تعرفنا على الخاصية الأولى عند متابعة زمنية نتحصل على منحنى، ذاك المنحنى كيفاش نتحصل على تي أن دومي، والتي أن دومي اللي قلنا لا دانييغ فوا قلنا بلي هو الزمن اللازم لبلوغ نصف التقدم النهائي. واليوم رانا رايحين نتعرفوا على مميزات أخرى اللي هي السرعة، ولا أي سرعة بصفة عامة خاصة بالتفاعل، تفاعل كيميائي معين. احنا على بالنا باللي معادلة التفاعل الكيميائي او تفاعل كيميائي ينبذج بمعادلة كيميائية. لنعطي مثال، الفا ا زائد بيتا بي تساوي جاما سي زائد دلتا دي. هذه معادلة كيميائية تترجم تفاعل كيميائي معين. فرضا هنا نقول المتفاعل ا زائد متفاعل بي، حطيناهم في نفس الحوجله مثلا او في نفس البيشر، تفاعلوا هاد الفردين الكيميائيين اعطونا نتيجين جديدين. باش نقولوا عليه تحول كيميائي لازم يعطيني نتيجين جديدين اللي هما السي والدي. كل متفاعل، كل ناتج يتميز بمعامل ستوكيومتري له، والمعاملات الستوكيومتريه تاعنا مهمه جدا 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 في جدول التقدم. احنا الهدف تاعنا ما راناش رايحين نشوفوا جدول التقدم حاليا، ما راناش رايحين ندخلوا في ديتاي تاع متفاعلات نواتج، انا حاليا رانا رايحين نهضروا على تفاعل كيميائي، معادله التفاعل الكيميائي ككل، ولا التفاعل الكيميائي ككل. التفاعل الكيميائي جيد، رانا نشوف باللي هنا حطيت عنوان سرعه التفاعل. اذا من المميزات ولا من احدى المقادير الفيزيائية اللي رانا رايحة نتابعها ولا اللي رايحة نستنتجها اللي هي سرعة التفاعل. واش راني نقصد بسرعة التفاعل؟ احنا نبداو، هي كاين عدة سرع باش نكونوا واضحين، لكن رايحين نركزوا ولا رايحين نبداو بالعقل بالعقل حتى نتحصلوا على كل السرع. جيد، دوكا رايحين نبداو بالسرعة الأساسية اللي هي سرعة التفاعل. لماذا تدعى بسرعة الأساسية قبل ما ندخلوا في الديتاي؟ نكتب سرعة التفاعل. السرعة وعندنا كلمة التفاعل. احنا في التفاعل الكيميائي عندنا مجموعة من الأفراد الكيميائية راهي تتفاعل فيما بينها لتعطي نواتج. واش نقصد بها سرعة التفاعل؟ راني نقصد بها في هذا التفاعل الكيميائي اسكو راهي هذا التفاعل راهو يجوز تمتم بسرعة معينة؟ اسكو السرعه تاعو راهي بطيئه؟ اكيد خلال الزمن، احنا السرعه تاعنا راح دائما تكون هي نسبه معينه خلال الزمن. احنا دوك رايحين نشوفوا بالنسبه لتفاعل كيميائي كيفاش رايحه يكون السرعه هذه، اسكو راح تزيد، اسكو راح تنقص، اسكو راح تكون بسرعه اكبر من الاخرى في لحظات زمنيه مختلفه او خلال مجالات زمنيه مختلفه في حاله اخرى. السرعة راح تكون عبارة عن مقدار فيزيائي، لكن يجب تحديد المقدار الفيزيائي. علاش يجب تحديد المقدار الفيزيائي؟ دوك حنا في تفاعل كيميائي كاين عدة مقادير، كاين التقدم اكس، كاين تركيز المتفاعلات او تركيز النواتج، كاين الضغط، كاين الحجم، هذوك الى اخره. هذا كلها مقادير فيزيائيه يمكن متابعتها، لكن انا حبيت نعرف شكون هي اللي راني رايحه نتابعها في سرعه التفاعل. بكل بساطه انا نقرا العنوان، السرعه هي عباره عن مقدار فيزيائي راح يبين لي حركه الافراد هذه خلال الزمن كيفاش رايحه تكون وكيفاش رايحه تتفاعل معها، معناها مقدار جبري راني رايحه نلقى القيمه تاعو. التفاعل معناها رايحه تتعلق لي بشحال راهو ينقص من المتفاعلات وشحال راهو ينتج لي في النواتج، معناها رايحه تتعلق لي بالتقدم اكس. دونك هو مقدار فيزيائي راح يتعلق
يتعلق بمقدار التقدم x. سرعة التفاعل هي مقدار فيزيائي يتعلق بحركة الأفراد الكيميائية. هذه الحركة ممكن يتناسبوا في بعضهم وتكون حركة رابيد، معناها التفاعل يكون سريع، ممكن يكون تفاعل بطيء. ديجا في تفاعل بطيء من حالة ابتدائية إلى حالة انتقالية إلى حالة نهائية، السرعة راهي تختلف، راهي مرة تكون كبيرة مرة تنقص، ولا العكس تكون صغيرة تكون كبيرة تنقص، اعتذر. دونك هي مقدار فيزيائي يتعلق بمقدار التقدم x. بصح انا هذا المقدار تاع التقدم x راهو يختلف خلال واش، ولا بالنسبه لواش؟ بالنسبه للزمن. مقدار التقدم x خلال الزمن، لازم ناكد على هذه، خلال الزمن. علاش؟ باسكو السرعه مهما كانت، كالسواء السرعه في الميكانيك او السرعه في الكيمياء، رايحة تتعلق بمقدار فيزيائي اللي هو الزمن، والزمن مهم جدا. اصلا احنا رانا نديرو متابعة زمنية خلال الزمن. لو كان نحب نعاود نسقم التعريف تاع سرعة التفاعل بصفة عامة، سرعة التفاعل هو التغير، ولا قيمة تغير المقدار الفيزيائي، ولا بلا ما نقول فيزيائي، المقدار x مقدار التقدم، اعتذر، مقدار التقدم x للتفاعل خلال، هذه دائما ما ننساوهاش، الزمن. انا ها هنا رانا لحقنا، درنا متابعه زمنيه ولحقنا نعرفوا ما هي السرعه المعينه. هذه بالنسبه الى سرعه التفاعل. جيد، واضح. دوكا عرفنا احنا ما تعريف سرعة التفاعل. سرعة التفاعل قلنا دائما عندها علاقة بالتقدم x. علاش؟ باسكو التقدم x هو اللي راه يربط لي ما بين الحالة الابتدائية، الحالة الانتقالية والحالة النهائية، هو اللي راه يربطني ما بين متفاعلات النواتج، وهو اللي راه يربط لي مع كلمة جدول تقدم، كيفاش راه يصرى التفاعل، كيفاش راه ينقص التفاعل في جدول التقدم. جيد، دوكا انا اللي يهمني الحساب، نحبو نعرفو الحساب. اكيد نديرو الحساب. قبل ما نديرو الحساب، حنا نعرفو ان السرعة مهما كانت، سرعة في الميكانيك او سرعة في الكيمياء او سرعة في اي حاجة، السرعة تنقسم الى نوعين. هناك سرعة متوسطة، وهناك سرعة لحظية. إذا وش نستنتج هنا؟ هناك سرعة تفاعل متوسطة، وهناك سرعة تفاعل لحظية. تلاميذي، حنا لازم كما قلت لكم الشطفه، لازم نفرق ما بين متوسطه وسرعه لحظيه. هما مصطلحين كنشوفهم، سرعه تفاعل متوسطه، سرعه متعلقين بسرعه، صحيح هي عباره عن سرعه، ولكن كلمه متوسطه وكلمه لحظيه تخلي كل سرعه تتميز بشيء معين. واش نعرفوا على سرعه التفاعل المتوسطه؟ هو قيمه تغير مقدار التقدم x، هذا تعريف تاع سرعة التفاعل، خلال الزمن. هذه يقولوا خلال فترة زمنية. هنا واش نقول تعريف سرعة التفاعل؟ هو قيمة تغير التقدم، ديريكتوكا خلاص تقدم ما عرفنا بلي هو x، قيمة تغير تقدم x للتفاعل خلال، نحدد الزمن تاعنا، خلال فترة زمنية، ولا نقولو مجال زمني، ولا واش نقولو؟ بين تي واحد و تي اثنين، المهم لحظتين زمنيتين. دوكا انا المجال الزمني كيفاش نرمزلو؟ المجال دايما تغير في قيمة معينة
نرمز له بدلتا زمني دلتا تي. دلتا وشنو هي؟ تغير في مقدار معين. تي لحظة زمنية. دلتا تي تغير في الزمن. احنا التغير في الزمن حيعطيني بيريود، راح يعطيني مجال. اذا في عندنا نقول له تغير في في الزمن، رايحين نقول مجال زمن. مثلا لو كان نكتبوا دلتا سي، مثال هنا تغير في التركيز. دائما دلتا هذه هي تغير، سي التركيز، معناها تركيز النهائي ناقص تركيز ابتدائي. اذا هنا دلتا تي واش راح يكون؟ الزمن النهائي ناقص الزمن الابتدائي. واضح؟ اذا سرعه التفاعل المتوسطه راح تتعلق، كلمه متوسطه راح تتعلق بكلمه مجال زمني اللي هو دلتا تي. واضح؟ جيد. نروحوا لسرعه التفاعل اللحظيه. سرعه التفاعل اللحظيه، احنا مازال ما درناش العباره. سرعه التفاعل اللحظيه هو قيمة تغير x للتفاعل ولكن خلال، ولا نقولوا عند لحظة معينة t. هو قيمة تغير x للتفاعل عند لحظة معينة t، عند لحظة واحدة. هذيك اللحظة المعينة حبيت نعرف شحال رايحة تكون السرعة عند هذيك اللحظة بديك الدقيقة. بصح هنا خلال مجال زمني كيفاش كان التسارع، كيفاش كانت السرعة تاعي. هذا بالنسبة إلى المفهوم، لكن حنا لازم نتعلمه من غير المفهوم. المفهوم هو أساسي مليح، لكن أنا الهدف تاعي لازم نحفظه. أكيد كتلميذ بكالوريا عندك شهادة في الأخير، التعريفات تحفظ عن ظهر القلب. من الإمكان طرح سؤال عرف سرعة التفاعل المتوسطة. في أغلب الأحيان عرف سرعة التفاعل اللحظية، هذه مهمة جدا 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 جدا، وأكدت عليها وقلت بلي سرعة التفاعل اللحظية هي اللي راهي تطرح غالبا، ويقولوا احسب سرعة التفاعل، ما يقولوش لحظية، ما يقول لك احسب سرعة التفاعل عند اللحظة تي، ويعطي لك مقدار تلك اللحظة. حنا ما راناش رايحين نخلوها هاك باسكو امبوسيبل، نحن نعرفو نظريا فقط. رايحين كل سرعه تفاعل كالكو سوا متوسطه او سرعه تفاعل لحظيه، رايحين نتعلمو كيفاش نحسب سرعتها بقيمه معينه وبالقانون تاعها وبالطريقه البيانيه اللي ناكد عليها المباشره تاعها. نذهب على بركه الله اولا الى سرعه التفاعل المتوسطة. سرعة التفاعل المتوسطة كمقدار فيزيائي أو كفكرة معينة لهذه الوحدة لا تطرح كثيرا في البكالوريا، ما يطرحوهاش بزاف في البكالوريا. علاش؟ لأنه أنا الهدف تاعي في المتابعة الزمنية ككيميائي أنا نفضل في كل لحظة نعرف السرعة، ماشي في لحظة في مدة زمنية. المدة الزمنية قادر يكون صرا فيها ألف شي وشي، أنا نحب في لحظة معينة. رغم ذلك نتعلمو، لما لا نتعلمو كيفاش نحسبو سرعة التفاعل المتوسطة. سرعة التفاعل المتوسطة، جيد. سرعة التفاعل المتوسطة هو قيمة تغير x للتفاعل خلال فترة زمنية معينة، وهذيك الفترة نقدر نقول لها مجال الزمني. القانون تاعها واش يقول؟ تغير معناها دلتا، سرعة معناها فيتاس. الفي من الأحسن نديرو في صغيرة، دوك أنا نعطيكم عدة رموز، ولكن من الأحسن نستعملو في صغيرة. متوسطة موين، فيتاس موين، الرمز تاعها في صغيرة ان، ولا تقدروا تلقاوها في التمارينات او في الكتاب تلقاوها في كبيرة ان، لكن انا نفضل في نخلوها للحجم. من الاحسن نستعملوا في صغيرة.
لكن اذا اعطيناها في تمارين تقيد بالترميز لمجهولك. جيد، في ام في السرعه المتوسطه ماذا تساوي؟ احنا قلنا هو التغير في اكس للتفاعل. تغير قلنا نرمز دائما كلمه تغير بدلتا، اذا دلتا اكس قسمه دلتا تي. دلتا اكس هو التغير ولا كميه الماده اللي فقدتها وخلت تنتج لي نواتج معينه خلال فترة زمنية T. طريقة الرسم، احنا ما رناش كيما هنا في الميكانيك، الميكانيكا عندنا مسافة معينة ونضرب سلم رسم، لا، هنا رانا نتعامل مع أفراد كيميائية مجهريا، إذا رايحة طريقة الحساب رايحة تكون صعبة لو كان نتعامل معها حسابيا أو نظريا. دونك واش نديرو؟ احنا نعتمدو على استنتاج السرعة تاعنا كاع واش رايحين نقراو. هذا الجزء الأول انا شفنا سرعه التفاعل، الجزء الثاني راح نشوف على السرعه الاخرى. كل الاستنتاجات تاع السرعه اللي راح نشوفوها راح تكون بيانيا وبطريقه مباشره. مثلا هنا رايحين نديرو استنتاج ولا ايجاد، استنتاج ولا نقولوا ايجاد قيمه السرعه المتوسطه بيانيا. احنا علاش نقولوا بيانيا؟ خاطرش اشاك فوا في ليكزارسيس دو تيرمينال تاع التلميذ في البكالوريا او يجوز لو جور مام، يا اما نعطي له البيان ويرسم، يا اما نقول له ارسم البيان ويحسب. دونك عفوا، يا اما نعطي له البيان ونقول له احسب الفي ان، يا اما نقول له ارسم البيان وزيد احسب لي في ان. دونك في كلتا الحالتين رايح يكون عندي، رايح يكون عندي بيان، من المستحيلات نحسبها بدون بيان الا اذا خلوها الى الدروس اللاحقة الجاية إن شاء الله بإذن الله. استنتاج إيجاد قيمة السرعة المتوسطة بيانيا. بيانيا لازم نعرف أولا وش من بيان راني رايحة نخرج منه هذا السرعة المتوسطة. أنا وش نشوف؟ تبعوا معايا مليح، نحكم هنا هاي القانون تاعي دلتا إكس يو دلتا تي، نكتب له القانون وبعد وش ندير؟ نشوف هنا اكس خلال الزمن تي. اذا واش من منحنى راح يخرج لي؟ راح يخرج لي مباشره حساب مباشر، راح يخرج لي من المنحنى، نبداو من الاحسن، في تساوي عفوا راح يخرج لي من المنحنى اكس بدلاله الزمن تي. دائما نشوف هذه وهذه تاع البسط تاع المقام. اذا مش راح نشوف، راح نلقى بلي راح نستنتجه من البيان مباشره من البيان اكس بدلاله الزمن تي. نعاود نقولوا احنا قبيله قلنا بلي سرعه التفاعل المتوسطه واش تساوي؟ لا فيتاس موين ايغال دلتا اكس على دلتا تي. التغير في مقدار فيزيائي اللي هو التقدم في التفاعل اكس خلال الزمن، يعني خلال فترة زمنية بالنسبة لسرعة متوسطة دلتا تي. حبوا نعرفوا الوحدة تاعها الأساسية. أنا نشوف نعرف بلي التقدم إكس دائما هو عبارة عن كمية مادة، وكمية مادة وحدتها الأساسية في الوحدات الدولية هي المول. نذهب إلى دلتا تي. دلتا تي هو عبارة عن مجال زمني، والمجال الزمني في الوحدات الدولية كام اس هو السكوند. مول قسمة سكوند واش يعطي لي؟ مول بار سكوند. اذا مول بار سكوند تعتبر وحده دوليه لسرعه التفاعل بصفه عامه، وهنا يا سرعه التفاعل المتوسطه في هذه الحاله. احنا على بالنا بلي طريقه الحساب لازم تكون طريقه بيانيه. علاش؟ باسكو احنا رانا نتعاملوا مع مقادير فيزيائيه، او نقولوا رانا نتعاملوا مع العالم المجهري، والعالم المجهري دائما رانا نقيسوا ونتابعوا مثلا في المتابعه الزمنيه بالمعايره او المتابعه الزمنيه بقياس الناقليه، رانا نتابعوا في مقادير فيزيائيه مثلا الناقليه او التركيز باستعمال وسائل تجريبيه. تلك الوسائل التجريبيه راح تعطينا قيم نسجلوها على جدول معين ونحاول نرسموا معنا المنحنى البياني. معناها في البكالوريا ان شاء الله يا اما يطلب منكم رسم منحنى البياني الخاص بالمقدار الفيزيائي المدروس،
او يعطى ذلك البيان ويتم حساب السرعه اللازمه كما حالتنا احنا رانا نحسبوا في السرعه المتوسطه للتفاعل. نحب نعرف واش من منحنى بياني نرسمه. انا كتبت اكس بدلاله تي، بصح نحب نعرفكم انتو باش كيفاش ديروا الاستنتاج المباشر باللي راه صح صح رايحه تخرج من المنحنى البياني اكس بدلاله تي. دائما نروح للقانون تاعي، مكتوب هنا اكس، مكتوب هنا تي، هذا الزوج يبينوا باللي لازم هذه السرعه المتوسطه حتى تحسب مباشره. اكيد بيانيا يجب استغلال المنحنى البياني اكس بدلاله الزمن تي. هذه اللي لازم تكونوا على بالكم. احنا دائما نشوفوا هنا نفيقوا باللي راكم رايحين ترسموا منحنى باكس بدلاله الزمن تي. التقدم هو راه ينتج من المتفاعلات، راني نحيه من المتفاعلات ونمدو باش نخدم به النواتج، معناها راه ما يكونش مع الاول ويولي يظهر، دونك هو رايحين نعتبروه في حاله تزايد حتى يثبت عند قيمه معينه. كنت قلت لكم لما يثبت عند قيمه معينه، هنا الرسم تاعي راه ركيك جدا، عندما يثبت عند قيمه معينه معناها تحصلت على نقدر من المنحنى تاعي نقسمه على اثنين، هذا نسميه النظام، اعتذر، هذا نسميه النظام الانتقالي. علاش؟ باسكو كنا درناها في، كنت درتها لكم في تي ان دومي، النظام الانتقالي. علاش؟ باسكو هنا المقدار الفيزيائي تاعنا اكس راه في حاله التزايد، وهنا النظام الدائم. النظام الدائم سهل جدا، غير نشوف باللي ثبتت عند قيمه معينه معناها تحصلت على النظام الدائم. باش نتحصلوا على اكس فينال، النظام الدائم ندير له تمديد حتى يتقاطع مع محور التراتيب اللي يمثل لي قيم اكس، ونقرا اكس فينال تاعي. الهدف تاعي هنا ماشي اكس فينال، ماشي التعرف على النظام الدائم والنظام الانتقالي، خلاص هادو نعرفهم. الهدف تاعي هو حساب السرعة المتوسطة أو طريقة حساب السرعة المتوسطة بيانية. أعطيت لكم مثال هنا، أحسب سرعة التفاعل بين اللحظتين تي واحد تساوي 4 سكوند و تي 2 إيكالا 10 سكوند. كيفاش نعرف أنا باللي صح راني سرعة متوسطة بين اللحظتين؟ قلت لكم في التعريف تاع السرعة المتوسطة هو تغير المقدار إكس خلال الزمن بالضبط خلال مجال زمني ولا خلال فترة زمنية ولا كما كتبت لكم بين لحظات تي واحد وتي اثنين. دونك غير نشوف هذا التعبير معناها راه يدوموندي مني سرعة متوسطة للتفاعل. طريقة الإجابة نقول لدينا لا فيتاس مويان في هذا المجال الزمني تساوي دلتا إكس حسب القانون اللي تعلمناه قسمة دلتا تي. لكن لازمني الطريقة كي نستنتجو بيانيا، أنا عندي بيان كيفاش نرسم؟ واش ندير؟ أعتذر راني رايحة نجزأ كل مربع من السبورة راح يمثل لي وحدة زمن، كل مربع من السبورة راح يمثل لي تقدم إكس شحال راه يتقدم، رايحين نديرو قيم مساعدة فقط، ورايحة ندير هنا الزمن مثلا 2 4 6 8 10 12 14 الى اخره. حنا قلنا ما بين المده الزمنيه 10 سكوند الى 4 سكوند، ها هي على 4 سكوند، ها هي 10 سكوند، كل وحده منها نسقطها على المنحنى. سهل سهل جدا، الانسان فقط يتبع الطريقه الصحيحه، ندير الاسقاط على المنحنى نتحصل على نقطه التقاطع الاولى، نروح ل 10 ندير اسقاط على المنحنى بهذا الاسلوب بهذه الطريقه. نورمالمون الاسقاط يكون بالكوس باش نضمن الدقه والتفصيل، ممكن بعض من الاساتذه ما يلمحوش لهذا الشيء، لكن من الاحسن الدقه والتفصيل. قد ما درت الدقه راح نتحصل على السرعه المشابهه اللي يقيسها استاذ تصحيح البكالوريا ولا اللي تكون في تصحيح النموذجي. هنا ثاني نديروا لها الاسقاط على ايكراك، بالنسبه لينا راح نقراو قيمه اكس تاعها. هنا رانا رايحين نديروا الاسقاط ونتحصلوا على قيم معينه، ربعة رمزنا لها تي واحد، إذا هذا تي اثنين. تي واحد شحال كمية الإكس اللي ديتها؟ نسميها إكس واحد. تي اثنين شحال كمية الإكس اللي ديتها؟ هي إكس اثنين. وش ندير؟ القانون يقول لكم لحساب سرعة متوسطة بيانيا يجب الربط بين نقطتي التقاطع
عند اللحظتين تي واحد وتي اثنين بالبيان. دونك نحكم هذا البيان تاعي يستغرب يبان ونرسم نقطة التقاطع بين هذه اللحظتين. النقط هذا الخط اللي يخرج لي يدعى وتر قاطع. لما يدعى وتر قاطع؟ يدعى وتر قاطع نسبة إلى المثلث هذا، المثلث القائم، وإحنا كلنا على بالنا باللي المثلث قائم عنده وتر خاص به. قائم هنا هذا المثلث، جيد. قلنا المثلث القائم هذا يكون عنده وتر قاطع، هذا الجانب يوازي هذا الجانب، اذا هو اللي رايح يمثل لي دلتا اكس. هذا الضلع القائم راه يوازي محور الازمنه، اذا هذا اللي رايح يمثل لي دلتا تي. ومن واش راح رايحين نديرو؟ رايحين نقوم بحساب ميل الوتر القاطع. واش رانا نشوفو؟ هذا الوتر القاطع عباره عن خط، وكان نديرو التمديد يولي يشبه دالة تألفية أو دالة خطية، ونحسب له الميل تاعها معامل التوجيه بصفة عامة. وهذا الزاوية يسموها ألفا، هي زاوية الميل. شحال هو الميل؟ دونك حنا واش نديرو؟ رايحين الإجابة النموذجية دايما نتعلموها، حساب ميل الوتر القاطع بين اللحظتين، 4 سكوند القاطع بين اللحظة 4 سكوند و 10 سكوند. قلنا نحسبوا الوتر القاطع، اذا مباشره لا فيتاس موين تساوي اكس 2 ناقص اكس 1. دلتا اكس واش يقول؟ لازم النهائي ناقص الابتدائي. هذا هو النهائي اكس 2، علاش؟ باسكو يقابل الزمن النهائي. هذا هو الابتدائي بالنسبه لهذا الوتر، لانه هذا الزمن هو الابتدائي في هذه اللحظه. اكس 2 تحت تي 2 ناقص تي 1، علاش؟ باسكو دلتا تي كتبتها لكم مقبل هي تي 2 ناقص تي 1. الحساب تطبيق عددي، لازم نديرو تطبيقات عدديه. لا فيتاس موين، انتم يكون عندكم سلم الرسم، انا ما عنديش، اعتذر انا ما عنديش سلم الرسم. اذا واش راح ندير؟ تي 2 الاسقاط عطاني اكس 2 راهي بالتقريب 7.1 ناقص تي 1 راهي بالتقريب 4.9، قسمة تي 2 ناقص تي 1 10 ناقص 4 بالتقريب شحال تعطي؟ لا فيتاس موين، من الأحسن تستعملوا الآلة الحاسبة الله يرضى عليكم. الآلة الحاسبة راني نشوفها من الملاميذ يهملوا الإحضار تاعها في الحصة، وهذا يخليهم ما يتعلموش الآلة الحاسبة. أنا من الأحسن كل واحد يمشي بالآلة الحاسبة تاعو، خاطرش كي نمشي بالآلة الحاسبة تاعي بوندون آني كومبلي نتعلمها نحفظها نولي نتقنها نولي رابيد فيها، وأنا نقدم لكم رابيد ونتقن الآلة الحاسبة تاعي يوم البكالوريا. مانيش راح نستعمل آلة حاسبة واحدة أخرى، راح نستعمل الآلة الحاسبة تاعي ولا النوع المشابه تاع الآلة الحاسبة تاعي، نولي نحفظ ممكن وأنا عيني مغمضة نقدر نكتب العمليات. دونك من الأحسن أنكم تجيبوا الكالكيلاتريس نخدموا عليها. ها أنا أستاذتكم وراني عندي كالكيلاتريس ونمشي بها، وتعمدت اني ما نحسبش وعندي الحساب شحال القيمه، لكن قدامكم 7.1 ناقص 4.9 ما ياخذش منكم الوقت، 10 ناقص 4 تساوي 6، نكتب 10 ناقص 4 ونقسم تعطيني 0.36666. انا ندي ثلاث ارقام بعد الفاصله من الاحسن وندير التدوير. فاصل 7 الوحده، هذا دلتا اكس دائما بالمول باسكو تقدم عبارة عن كمية مادة، الزمن ولا دلتا تي اللي هو فترة زمنية دايما بالسكوند، إذا الوحدة الأساسية لهذا السرعة هي مول با سكوند، هذه هي الوحدة الأساسية الدولية كما قلنا من قبل مول با سكوند. هنا عاودنا خرجنا فيها. ملاحظة فقط، في بعض من الأحيان في المنحنى البياني هنا يكتبوا لنا بعض من الوحدات، مثلا هنا مول وهنا يكتبوا لنا السكوند. ملاحظة التلاميذ الأعزاء، فقط إذا ما عطينا لكم مثلا ميلي مول، عطينا لك ميلي مول في بلاصة المول كتب ميلي مول، ما تنسيوش تتفلسفوا بزاف. إلا ما جبرتكش تكتب تحسب لي السرعة بالوحدة الدولية، حط لي الوحدة اللي كاينة، مكتوب ميلي مول اكتب ميلي مول، مكتوب مول اكتب مول، مكتوب سكوند اكتب بار سكوند، مكتوب مينوت اكتب بار مينوت. اعتذر
هكذا. هذه بالنسبه للوحدات. احنا الوحده الاساسيه هي مول بار سكوند. كاين وحدات اخرى كما راني قلت لكم، كاين ميلي مول بار سكوند، كاين ميلي مول بار مينوت، كاين مول بار مينوت، كاين حتى البار اور. ما عليكم غير انتم تتقنوا، تكون لازم تلاحظوا كما يقولوا فهم السؤال نسبه الجواب. لازم نلاحظ مليح الاسئله التوعيه، المعطيات اللي عندي، المنحنى اللي عندي، الوحدات اللي راني نتعامل بهم الى راهي دوليه او لا، ونحسب السرعه المتوسطه تاعي بهذا الاسلوب. ان شاء الله تكونوا فهمتوا السرعه المتوسطه. ما حبيتش نستغرق وقت كبير فيها، رغم انه راه الفيديو راني نشوف فيه خذا لي بكبير كثير وقت، لكن سرعه التفاعل اللحظيه باذن الله رايحين ناخذ وقتنا معها لانه مهمه جدا. واذا فهمت سرعه التفاعل اللحظيه، السرع اللي راهم جايين اكيد اكيد يكونوا مفهومين لكم باذن الله. اترككم في رعايه الله، ونتلاقاو في الفيديو اللي راهو جاي على سرعه التفاعل اللحظيه. السلام عليكم.